مرحبا، رجعنا لكم مرة ثانية بس هالمرة مش سيارات. بدي افرجيكم هالباص الكهربائي اسمه أويرابوس. هذا الباص اللي معنا الشاصي القصير بعطينا بالمدينة 250 كيلو تقريبا، شحن سريع أكثر من السيارات 300 كيلو واط. تعالوا نشوف لفة جوا، تعالوا افرجيكم كيف هذا الباص مرتب. طبعا هلا شغال مكيف وهو واقف وما بيستهلك يا دوب ولا إشي من البطارية. حكولنا الجماعة، خلينا نشوف جوا. طبعا الباص شغال، شايفين أول ما نفوت الباص هون بكتب لكم الخط أو الاتجاه. الباص زي ما انتوا شايفين هون للكبار، وهون تحكم السائق، هون شايفين في عنده كاميرا قدام ورا، وهون العدادات، تسكيرة الباب، الباب الأول والثاني. طبعا في شاشة ثانية الكاميرا الداخلية جوا الباص، وفي فوق اللي هو أنظمة التحكم اللي لما بيحكي مع الركاب إلى آخره. شوفوا المراية كبيرة، فرجيكوا جوا شغلات حلوة فيه. هون عشان المحطات ستوب، شوف جوا الكراسي كيف، كراسي عاملينها من قماش تقريبا. شوف هون في نقاط شحن، في عندنا يو اس بي سي ويو اس بي 3 تشحن تليفونك، وهون نشوف للعرباية الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة. بنشوف شايفين هون العلامة، وهذا الجزء بنزل عشان لما بدك تطلع الرامبو لذوي الاحتياجات الخاصة. طبعا حاطين علامة على الباب هون. الإصدار الطويل منه من هذا الباص بيعطينا 600 كيلو متر، هيك حكولنا 600 كيلو متر اللي هو رينج يعني مسافة. طلع فوق شايفين حتى في كاميرات مراقبة على الباب، هذا للنقل العام. وهون في عنا شاشة، طبعا هم جايبين الشاصي القصير هذا تبع المدينة عشان يعني بتعرفوا بالمعرض تقدرش تحط واحد كبير، باص كبير. تعال نشوف من برا كيف المنظر، حلو كثير. طبعا في LED وكذا، صوته كثير هادي. وهنا اكتب الخط، شايفين اللي وين بيروح، مكان تقدر تتغير هاي لوحة إلكترونية. البطاريات موجودين فوق، جزء موجود فوق وجزء موجود هناك بالأسفل في المنطقة هاي. أفرجيك إياه من ورا، من ورا. وفي إصدار خصوصي للرحلات راح يكون رينجو أكثر من 600 كيلو متر. شايفين كيف؟ هاي المنطقة اللي في موجود فيها جزء من البطاريات ورا. طبعا تكييف شغال، تكييف بالأعلى شايفينه هون. طبعا نظام التكييف يستفيد منه تبريد البطاريات وبنفس الوقت تكييف الغرفة الداخلية بالجو الحار، لأنه بتعرفوا البطاريات لازم تكون على درجة معينة. طبعا هون في مجموعة تسلات برضو، تسلا موديل 3